الخليج مكمن طاقة العالم. يعود نمط الحياة في الخليج العربي لتقاليد وممارسات عاشها منذ عدة قرون. فهو مهد الإسلام، ومصدر الإلهام لحضارة قامت لمدة 700 عام بإثراء العالم بحرفها المتميزة، حيث أولت جل اهتمامها للمعرفة والتعليم والفنون والخط العربي والهندسة المعمارية الرائعة. الآن من البحر الأحمر إلى الخليج، ومن مدينة الكويت إلى مسقط، أصبحت مئات من المباني الجديدة التي تتميز بالجرأة في التصميم وبحجم بنائها الضخم رموز النهضة الثقافية والتجارية التي تجتاح بلدان دول مجلس التعاون الخليجي. وهناك عاملان جعلا هذه النهضة ممكنة: اكتشاف النفط والرؤية الثاقبة لحكام دول مجلس التعاون الخليجي. إن الزيادات في أسعار النفط على مدى السنوات وتأثير ذلك على الوضع المالي لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي أدى إلى حدوث زيادات سكانية كبيرة نتيجة للنمو الطبيعي للسكان، كذلك الهجرة إلى البلاد. كذلك شهدت تلك الدول زيادة كبيرة في مشاريع البنية التحتية التي تم تنفيذها في المنطقة على خلفية الاحتياطات المالية القوية وقدرة الحكومات على توظيف رؤوس الأموال في منطقة الخليج. وتواصل الحكومات عبر شبه الجزيرة العربية استخدام ثرواتها النفطية لتطوير أنظمتها وبنيتها التحتية. لقد تبنى الناس المترو. بدأنا 50,000 راكب في اليوم الواحد، أي 2,000,000 راكب في الشهر، ونحن الآن نصل إلى 5,000,000 راكب في الشهر. هكذا نرى زيادة واضحة خلال 2 سنين فقط. نحن سعداء لأن الناس يرون مترو دبي كوسيلة نقل رئيسة. وتواصل دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً تحسين بناء المساكن ومرافق الرعاية الصحية. لا حدود لطموحاتنا. نود أن نرى خدماتنا كمركز رائد في مجال الرعاية الصحية، أي أن نصبح مركزاً صحياً أكاديمياً يوفر أفضل رعاية متاحة للمرضى ويجتذب كبار الأطباء والباحثين في العالم وأفضل العاملين في التمريض والمتخصصين في الرعاية الصحية. من أجل بناء مدارس وجامعات جديدة لأعداد متزايدة من السكان، وتأسيس صناعات جديدة للحد من اعتماد دول الخليج على النفط والغاز. تتنوع اقتصاداتنا بشكل جيد وتتجه نحو الضيافة والنقل،
كذلك هناك الرعاية الصحية والطاقة والتجارة والتمويل بين القطاعات الأخرى، ولكن هذه هي القطاعات الرئيسة التي تدفع قدماً بالناتج المحلي الإجمالي، أي تقوم بإنعاش اقتصادنا. ومرة أخرى نحن بحاجة لتلبية حاجة هذه القطاعات التي تساهم بشكل كبير في ناتجنا المحلي الإجمالي. هكذا نرى أن جودة الحياة في دول الخليج هي في تحسن مستمر لمواطنيها وللمقيمين. وبمساعدة من دول مجلس التعاون الخليجي، يستعيد الخليج العربي موقعه التاريخي كقوة عالمية وسياسية. من حيث الرفاهية الاقتصادية في المنطقة، أعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي قد حققت الكثير، وكان هناك أيضاً قدر كبير من التنسيق السياسي بين دول مجلس التعاون الخليجي لأنها تواجه التحديات ذاتها. دول مجلس التعاون الخليجي هي مجموعة من 6 دول تشترك في رؤية واحدة للعالم، وهذا ما يعطيها القوة، وهي تتجه نحو الاقتصاد المفتوح والتعليم الجيد والحفاظ على الهوية العربية والخليجية ضمن الأمة الإسلامية. وهذه مجرد البداية التي تشكل عالماً أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.